دكتور ممكن سؤال؟ دوخني بأسئلتك يا زلمي. بس سؤال دكتور. ايه هات لنشوف. انت من اي صنف؟ من المغضوب عليهم ولا من الضالين؟ شو هاي حزورة جديدة؟ سؤال بسيط يا دكتور، انت من اي صنف؟ لا من هدول ولا من هدول. ما بيصير، لازم تكون واحد من الصنفين. طيب وبدي اعرف الاول مين هدول المغضوب عليهم والضالين؟ الضالين هنن النصارى والمغضوب عليهم هنن اليهود. يا سيدي نحن لما نصلي منطلب هداية الله ومنقول أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. إيه دكتور إيه، هاد وصف اليهود والنصارى في سورة الفاتحة، وهاي أعظم صلاة عنا. إذا الفاتحة هيك الله يستر مما يتبع الفاتحة، يعني أعظم صلاة عندك سيد إسلام فيها شتيمة ومذمة ودينونة للآخرين. هذا وصف دكتور، وصف مو شتيمة. أنا يا سيد إسلام من الذين أنعم عليهم. ما بيصير دكتور، ما بيصير، هيدول أنا وجماعتي. إذا بدك الله ينعم عليك لازم تأسلم. إيه مزبوط، أنا نسيت إنكم خير أمة أخرجت للناس. إيه دكتور إيه، ما مطلوب منك إلا أنك تقول الشهادة. ردد وراي دكتور، ردد وراي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ممكن أسألك سؤال بسيط سيد إسلام؟ تفضل دكتور تفضل. شو ممكن يعطيني الإسلام أكثر مما أعطاني المسيح؟ يا دكتور إذا بيكون عندك عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بتضمنها 100% وتتحول من المغضوب عليهم إلى المنعم عليهم. غلطان يا سيد إسلام، المسيح وحده بيقدر يرفع عنك غضب الله. اقرأ وتنور.